الى ذلك شارك وفد الشعب البرلمانيه في اجتماعات اللجان الدائمه المعنيه بالشؤون السياسيه والاجتماعيه والثقافيه في الجمعيه البرلمانيه الاسيويه وخلال مشاركته اكد الوفد ان المراه البحرينيه حققت نجاحا بارزا كشريك اساسي ومهم في المسيره التنمويه لمملكه البحرين بقياده جلاله الملك المعظم وحرص واهتمام الحكومه برئاسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيدا بجهود وخطط المجلس الاعلى للمراه برعايه سمو قرينه جلاله الملك المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمراه